أتصور العلاقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية جيدة في الوقت الحاضر، أتفق معك. مرت ببعض الفترات قصيرة كان أكو بعض المشاكل، وأنا أعتقد هاي المشاكل ما كانت مشاكل سياسية حقيقية ولا كانت مشاكل لا فيدرالية ولا اتحادية، كانت مشاكل على بعض الأمور التنفيذية مثل قضية النفط، مثل قضية الميزانية، مثل دفع الرواتب لسكان الإقليم. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.